أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ مع أربيل التي شهدت الليلة الماضية سقوط عدد من الصواريخ، حيث وثقت كاميرات المراقبة في مدينة أربيل لحظة سقوط عدد من الصواريخ على مواقع في مدينة أربيل وضواحيها، من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. سنشاهد في المقطع التالي تلك الصواريخ التي استهدفت شارعا تجاريا وسط أربيل، فلنتابع. مقطع آخر يبين الدمار الذي خلفته أحد الصواريخ على ميدان لبيع المواشي في أربيل. وأفادت مصادر محلية باستشهاد أحد باعة المواشي متأثرا بجراحه، وهو مواطن نازح من مدينة الرمادي ويعمل كاسبا في أربيل، فلنتابع. ياسين خيلاني كنا في الجانب؟ لا رئيس الثانية. لا لا بس مصطفى خطية. وحول الصواريخ التي سقطت على أربيل يوم أمس، تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من علق وقال: عماد الحسيني قال زين الصاروخ سقط على ناس بسطاء يعني عامة، ما ذنبهم؟ يقول علي علق وقال: بردا وسلاما إن شاء الله على كل العراق والعراقيين. حسين الصياد غرد علق وقال: زين ما حد عرف منين هذه الصواريخ في عراق، كل شيء بي تايه بس قادرين على التعليم والجوامع. نذهب إلى موضوع آخر. تداول ناشطون ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر فيه المحافظ الأسبق للبصرة محمد مصبح الوائلي الذي اقتلته الميليشيات في سبتمبر من عام 2012، وهو يتكلم حول محاولة اغتياله وشقيقه، ويحمل القنصلية الإيرانية في البصرة مسؤولية اغتياله والتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. دعونا نتابع المقطع التالي الذي يعود لنحو 10 سنوات. في محافظة البصرة من قبل القنصلية الإيرانية في البصرة بأن محافظ البصرة وشقيقه سوف يتعرض إلى محاولة اغتيال، وتم إنساب هذه المحاولة إلى جهة أخرى، وأنا بدوري أحمل القنصلية الإيرانية في البصرة مسؤولية سلامتي وشقيقي، ولدي معلومات تثبت ما أقول وسيعلم في حينها، وأن القنصلية في محافظة البصرة أعني القنصلية الإيرانية خرجت عن العمل أو السلوك الدبلوماسية حسب اتفاقية جنيف بعد التدخل في الشؤون الداخلية. وأيضا هناك القيادات الأمنية الإيرانية لدينا تقارير تتكلم بهذا النفس أيضا. فنحن مرة أخرى بدورنا نحمل الجانب الإيراني مسؤولية سلامتنا أولا، ومرارا وتكرارا قلنا للأخوة في إيران بأنه نحن نريد أن نتعاون في بناء هذا البلد وهذه المحافظة على أسس صحيحة وأسس تبادل مصلحة الطرفين، لكن مع الأسف لم نلاحظ تعاون في هذا المجال. غرد العراقيون على وسم محكمة علنية بعد أن كشف الكاظمي بتغريدة له عن وجود ما سماها فرقة الموت قبل يومين، وطلب العراقيون بمحاكمة قتلة المتظاهرين
الملقى القبض عليهم بمحكمة علنية أمام الشعب العراقي. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت هذا الوسم على منصة تويتر. علي المقدام غرد وقال: من حقنا أن نعرف بأن حق زميلنا أحمد عبد الصمد لن يضيع، ودم صديقتنا ريهام يعقوب لن تضيع، وقاتل صديقنا وأستاذنا الحبيب هشام الهاشمي لن يبقى حرا. نريد أن تستيقظ العدالة من نومها وتنهض الدولة وتنفض خوفها. نريد أن نرى محكمة علنية ويعاقب القاتل وسافك دم أحبابنا بأشد العقاب. زينة غررت وقالت: بعد أن تم الكشف عن الجهة المسؤولة عن القتل المتعمد الناشطين للناشطين المدنيين، اليوم نريد محكمة علنية لهم وتحقيق القانون للمرة الأولى. نريد أفعال مو تغريد. مهدي جاسم غرد وقال: فصيلة الدم تغاث بأن نقاوم، ومن أجل الأشخاص الذين كانوا معنا وساعدونا في طريقنا نحو تحرير الوطن ولاسترجاع حريتنا جميعا، تم دفع دمهم الطاهر من أجل استمرار ثورتنا، فكان علينا واجبا أن نأخذ حقهم وثأر دمائهم الزكية من قاتلهم أو من قاتليهم وكل من شارك معهم. على الجنابي غرد وقال: محكمة علنية، إذا عندك بعد ذرة ضمير يا الكاظمي فاكشف الجهة المتورطة بقتل الشباب ومن يقف وراءهم. في مشهد مؤثر ومؤلم قام أحد شباب النجف بتصوير طفلة تفترش الأرض مع ميزانها في البرد القارس ليلا للحصول على بعض النقود لتقوم بسد بعض حاجة أهلها. بعض العراقيين أطلقوا عليها تسمية طفلة الميزان. فلنشاهد هذا المقطع. عمو شلونك؟ بنية شو تسوين انت هنا؟ تشتغلين؟ تصور؟ ايه شو تسوين؟ توزنين؟ لا والله تعال خلنا وزن بابا. وزن وين ماما بابا صديق لك ألف لأربع عطيك؟ لا مو بكيف ألف لأربع. يا أخي شوف القناعة يا ألف عسير اثنين. مشهد مؤلم آخر لطفل عراقي بمنطقة الطواسة في البصرة وهو يفترش الأرض أيضا، لكن هذه المرة لبيع الشاي. فلنتابع قصص الأطفال الفقراء في بلد النفط. السلام عليكم أهل البصرة النشامة أهل الغيرة. اليوم موضوعنا مو مناشدة، موضوعنا فزعة. فزعة لهذا الطفل البطل، هذا الولد يبيع شاي بهاي الساعات المتأخرة من الليل. هسه حاليا الساعة ب 11 مكانه بالطويسة مقابل ديوان الشيخ المرحوم محمد صوب الله. بابا أنت وين والدك؟ تارككم من زمان. احنا اهلك، احنا ناسك، اهل البصرة. انتم ان شاء الله ما تخيبون ظني بيكم، اهل فزعة واهل حمية. كل اللي اريده منكم تجون تشترون من هذا الطفل وتصورون اياه وتشجعونه. الله يبارك بيكم وجزاكم الله جزاء المحسنين. ارجع واقلكم مكانه بالطويسة مقابل ديوان المرحوم محمد صوب الله، وجزاكم الله خير. ومن تفاعل الجمهور حول ظاهرة الأطفال الفقراء في العراق نقرأ محمود بيوث قال: ضيع الله من ضيع بلاد الرافدين العريقة في الحضارة وكل بلاد العرب والإسلام. محمد قال: هي طفلة الميزان حقا في زمن سقطوا رجال الميزان، لكن حقها عند صاحب الميزان لا يضيع. حسين البصراوي قال: عيب وخزي والله على الحكومة اللي تدعي هي شيعية وتوالي علي الكرار، حسبي الله ونعم الوكيل بيكم. يقول:
محمد علق وقال وين جماعة هيهات من الذلة يريدون يحررون القدس وأطفال نايمين بالشوارع. مهندسو أجور وعقود وزارة الكهرباء جددوا من تظاهراتهم للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتثبيتهم في وزارة الكهرباء. ونظم مهندسو محافظة المثنى تظاهرة حاشدة قرب بناية مجلس المحافظة بسبب التسويف الحكومي المستمر لمطالبهم. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات مهندسي المثنى. غرد المهندسون في تويتر على وسم اعتصام مهندسي الكهرباء مستمر للتأكيد على استمرارهم بالاعتصام لغاية تحقيق مطالبهم. الوسم كان اعتصام مهندسي الكهرباء مستمر. دعونا نقرأ بعض من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. عبير داخل قالت نحن من يصنع مستقبل بلدنا ونحن من يطور مؤسساته وآلياته. مهندسو أجور وعقود وزارة الكهرباء مستمرون باعتصامهم السلمي أمام وزارتهم لأجل حقهم بالتثبيت على الملاك الدائم بعيدا عن الواسطات والأحزاب وبكل نزاهة وعدالة اعتصام مهندسي الكهرباء مستمر. زينب غررت وقالت ليرى العالم صمودنا وليذكر التاريخ قضيتنا. الهندسة تبقى أساس التطور والإعمار ولن نسمح بتهميشها. التثبيت والملاك الدائم حقنا مهندسو أجور وعقود وزارة الكهرباء. زينب قالت أجور وعقود مهندسي وزارة الكهرباء التثبيت حق الهندسة. أمير قال ثابتون عازمون على التثبيت اعتصام مهندسي الكهرباء مستمر. نذهب الآن إلى فقرة أنت ترى. نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين من محافظة إديالة. داخل البلدية نود الإعلام لكافة القنوات الفضائية. اليوم مسبق أجيال المديرة البلدية بخصوص معاملات الجرحى وفاهم لها وجهتنا وقالت جيبوا لي أمر فتح محضر من قبل السيد المحافظ. ولما رحنا راجعنا السيد المحافظ جزاه الله خير الجزاء أعطانا أمر فتح محضر. هذا واحد من الكتب 25/1/2021 هذا كتاب الثاني محضر الثاني صدق 1/21 هاي القوانين الثالثة. اليوم عدة قوانين جبنا المديرة البلدية وللأخير معاون مديرة البلدية يقول رجعوا للمحافظ وخلي يسويها كلها بكتاب واحد مهزلة. صار لنا 6 شهور هاي كتبنا يوميا للمحافظ والجبة للبلدية والإخوان الشرطة وياها والإخوان الحشد وياها نفس الإجراءات يوميا. هاي تجيب كتابة من المحافظ يجي هنا ينام بلدية محكومة. يا سيد محافظ يا مسؤولين اسمع صوتنا ترى كتبنا ما تمشي. عالم مرانا مشيت العالم مرانا تمشي واحنا نروح بمكاننا. اللي يفقد جراحه على هذول اخواننا الجرحى يعني ملينا كل العالم هذه. شوف هاي احتجازاتها شوف نظاراتها كلها الاجسام للوطن. الوطن شو يعوضهم يا اخوان ما ادري. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله. بعد قصف مطار أربيل ليلة أمس تعامل السلطات المطار مع جميع
الرحلات القادمة باحترام إلا عبر الرحلة القادمة من فرانكفورت، فقد تم إيقاف الرحلة وحجز ركابها العرب كما يقول، وما زالوا عالقين في المطار حتى ساعة كتابة هذه الكلمات. أرجو نشر هذه المعلومات على قناتكم الكريمة. نذهب الآن إلى الهاشتاج. غرد عراقيون وعرب على وسم إيران تجند مرتزقة جدد في سوريا لشجب استمرار التدخل الإيراني السافر وتجنيدها لعناصر مرتزقة جدد في الميليشيات بسوريا لدعم أذرعها بعد الغضب والرفض الشعبي المتنامي في شعوب سوريا ولبنان والعراق واليمن. إيران تجند مرتزقة جدد بسوريا. دعونا نقرأ بعض من هذه التغريدات على منصة تويتر. دكتور أحمد الجاسم قال: لم تكتمل مهمة مرتزقة إيران في تمزيق سوريا، فتعمل على تجنيدهم أو تجديدهم. ناصر العازمي قال: يشهد التاريخ على ميليشيات المرتزقة بأنها لا تبني قوة ولن تحافظ على نفوذ. خالد العويد قال: بعد أن تنازل بشار عن سوريا لإيران وميليشياتها، تعمل إيران على تحصين دورها، لما بعد بشار؟ فاطمة محمد البرجس غررت وقالت: بعد الخسائر البشرية لحزب الله، تخشى إيران عليهم وعلى نفوذهم في لبنان. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. جلد الصبار، ما الذي يجعله أفضل من الجلود الحيوانية؟ دعونا نتعرف على هذه القصة مع إيجي بلاس عربي. دون كمامات أو تباعد اجتماعي، في نيوزيلندا يتمتعون بحياتهم الطبيعية مجدداً بفضل سياسات زعيمتهم آدرين في مكافحة الوباء. كيف تمكنت من ذلك؟ دعونا نتعرف هنا في هذا المقطع. There, our team of 5 million needs to have zero tolerance for cases to complete our goal of eliminating the virus at level 3. If you're unwell, stay home.
كلاب تركض بعد أن حرمتها الإعاقة من ذلك. دعونا نتعرف على مأوى الرجل الذي يقوم بإنقاذ الكلاب مع تقرير لموقع أنا العربي، فلنتابع. สี่ ขากับ 2 It's almost like they have no idea that they have a disability. And once you put him in the wheelchair for the first time, it's like there's no learning curve. พวกนี้เขาจะเตรียมแบบเตรียมขึ้นรถเวลาเราจะไปใส่ให้เขาเนี่ยพวกนี้เขาจะวิ่งเร็วมากคนเราเนี่ยถ้าคนเนี่ยวิ่งตามไม่ทันนะครับพวกหมาวีแชร์ومع هذه القصة نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.